لو الحكاية فيها إن فيديو فاحنا كنا قلنا مثلا نروح من الالوميه كنا رايحين العين السخنه. السواق بتاعنا احنا كنا شايفين ان هو نايم، كان هو طبعا شغال بالليل لحد الساعه 1، فاخويا عرض عليه ان هو اللي يشيل، هو مع درجه اولى سواق، فقال له لا انا هكمل انا سواق. فالمهم قال لك بس اعمل له كوبايه شاي، عملنا له كوبايه شاي. فهو بعد ما شيل كوبايه الشاي حط رجله قدامه كده في مكان، حط رجله عليه. طبعا اما هو كتر النوم ودماغه تقلت حط دماغه على الدركسيون وزود على زود بنزين زود بنزين على العربيه بقت تطير. فاحنا قلنا السواق ان السواق فاق بس انا مش نايم. اخويا طبعا ما اتبهلوش، اللي قاعد جنبه سواق ما اتبهلوش. بص لقينا السواق اللي راكب معانا خبط في قلب الجنب اليمين في قلب الرصيف في اليمين، فحدفه على اتوبيس جنبه، اتوبيس كبير، اتوبيس 53 نفر. اتوبيس طبعا من كتر الخبط اللي خدها راح مقلوب اتوبيسنا. احنا اخويا بيقول له حاسب حاسب، راح نكمل كله في الشمال، عدى الرصيف وراح مقلوب الناحيه الثانيه، مشي معانا اكتر من 100 متر اتزحلق بينا. كلنا متبهدلين، اكتر من 30 نفر متبهدلين، ده اتوبيسنا احنا بس. في اتوبيس ثاني كبير فيه حوالي اكتر من 5 ميتين او اكتر كمان. بس كده اللي حصل.